بجيب هيك. صبنا دكتور. يلا يا عم يا عم يلا يا عم انجز. بقيت تلعب بوكر وبتشرب شموكر. بقيت تلعب بوكر. ده اللي انتوا فالحين فيه يعني انجز. وبتشرب شموكر. وبتشرب شموكر. بناكلوا عيش ايه؟ ما انتوا قاعدين في تكييف يعني. يا عم انجز بقى انجز. مش قادرين تصبروا شويه؟ الناس الزباين وبندخل زباين. اخر الشارع اخر الشارع. يلا انجز طيب. ايوه اخر الشارع اخر الشارع. انجز عشان تمشيني. يلا يا عم ركز. بناكلوا عيش بناكلوا عيش ايه؟ مفيش طبر مفيش طبر. وقلنا لك ما تشوحش. ركب. طب يا عم انا مش واقف لك اهو. ايوه اخر الشارع اخر الشارع اخر الشارع اخر الشارع. ركب الناس وماشيين. انا يا عم انت اهو عندك واسع اهو عايز تعدي عدي. خيرا ده انت حاجه تقرف. يابا يابا الشارع اخر الشارع اخر الشارع. ايوه في زباين ولا ايه؟ بنركب زباين بس بنركبه زباين. ايه مفيش اي حد عايز يمشي اخر الشارع. صعبان عليا قوي الست على فكره. واسع عندك واسع واسع عندك والله. ادخل واسع واسع جدا. لا ولا اي حاجة خالص ولا اي حاجة خالص. غلطان في حاجة ليه؟ لا ولا اي حاجة خالص. بقول لك عدي الدنيا واسعة اهي. بص والله والله واسعة اهي. عدي عدي. احنا بنركب زباين بس مش اكتر. ناكل عيش والله. لا مفيش صح ومفيش غلط. طب بناكلوا عيش بس. عدي والله واسعة. عدي دي تعديك دي. مش هنقدر نعمل معاهم حاجة. هننزل هنبهدل نفسنا هنبهدلهم معانا. مش هناخد لا اجراء ولا المرور حتى ساعتها بياخد اجراء. فبنضطر ان احنا نستسلم. هو وقف كده عطل الدنيا. ما عندوش تفكير. عدم وعي في القياده. عمر ابدا ما هنزل اتخانق معاه ولا عمر حد هي محترم هينزل اتخانق مع الاشخاص دي. لان طبعا هيحصل غلط وهيحصل شد وجذب وهننتهي بخناقه ملهاش اي معنى. حسب المود بتاعي لو انا عادي هستحمله مش عادي ممكن اشتمه. اكيد هتضايق وهشتمه يعني. هخبطه هزقه بالعربية. انت بجد يا عم اخر الشارع اخر الشارع اخر الشارع. ناكلوا عيش اخر الشارع اخر الشارع اخر الشارع. رئيس اخر الشارع. يلا انت بنركبه زبون بس بنركب زبون. ميكروباصات
لا بتاخد جنب وبتقف في نص الطريق وكان الطريق بتاعهم وكان بلد بلدهم ولا معهم رخص ولا معهم اي حاجه. لا هرضى بالامر الواقع طبعا، هبعده ازاي؟ انا هبعده ازاي؟ هو الاصل هو اللي في ايده السيطره، هو اللي وقف. حسبي الله ونعم الوكيل، وهنقول يعني ربنا يهدي الناس ديت ونحاول بقدر الامكان نقومهم، يا اما بقى يبقى في اجراء رادع من الحكومه. لو واحد محترم زيك وراكب عربيه اكيد هيتفاهم، فهنزل اتكلم معاه بالذوق، ده غلط وده صح ونشوف ايه الحل. اشوف الناس هتعمل ايه وانا معاهم برضه، هيضربوني اضربوا عادي يعني.